عايز افكر حضراتكم بثلاث اربع شواهد حصلت قد تكون موجودة امام حضراتكم عشان تشوفوا ايه اللي هيحصل بكرة. هتكلم مع حضراتكم على 2007 نهائي دوري ابطال افريقيا، مش هتكلم على الدوري اهو خالص، هتكلم عن نهائي دوري ابطال افريقيا. كان في حكم اسمه كابتن عبد الرحيم العرجون، واحد من افضل الحكام في افريقيا في ذلك الوقت، لا احد يستطيع ان ينكر هذا الامر. خاض مباراة اعتزاله بين النادي الاهلي والنجم الساحلي، وتسبب العرجون في خسارة لقب البطولة، ولم يحتسب ركلتي جزاء صحيحتين للثنائي محمد ابو تريكة واحمد شديد قناوي، ليخسر النادي الاهلي في استاد القاهرة 3-1، والنجم الساحلي يفوز بهذه البطولة. وكانت هذه البطولة، هاتها لي تاني يا سمير، كانت هذه البطولة هي البطولة رقم 3 لهذا الجيل من اللاعبين. ولكن اهو اتفضل حضرتك، هذه اللعبة اللي امام حضرتك، كابتن عبد الرحيم العرجون الحكم الكبير جدا اللي اعلن اعتزاله في هذا الموسم، لم يحتسب الكرة اللي قدامك دي ركلة جزاء، وخسرنا ساعتها. انا كنت بتشرف بالتواجد في الملعب في هذا التوقيت، خسرنا هذه المباراة، تعال لي، خسرنا هذه المباراة 3 فاكر انا على ما اتذكر يعني. هتجيب بتاعت شديد كمان؟ ماشي. ده حكم اعلن اعتزاله يا جماعة. حد انا كنادي اهلي استفدت ايه؟ في 2007 لم استفد شيء. كابتن عبد الرحيم على دماغي من فوق، والله لا اقصد شيء، ولكن طيب هل حضرتك الكره اللي قدامك دي شايفها ركله جزاء ولا لا؟ كابتن عبد الرحيم العرجون ما شافهاش ركله جزاء، وكابتن عبد الرحيم العرجون مش فارقه معاه الجماهير اللي قاعده ولا فارقه معاه حاجه خالص، لانه اعلن اعتزاله. انا ما بتكلمش على الدوري المصري، انا هنا بتكلم عن دوري ابطال افريقيا. طب انا كراجل اهلاوي، انا كراجل كنت في الملعب، بدل ما معايا 3 افريقيا كان زمان معايا 4 افريقيا. انا واحد من الناس مثلا ممكن ارفع قضيه على كابتن عبد الرحيم العرجون بهذا، يعني لو ينفع طبعا، لا مش هيحصل، ولكن انا واحد من الناس اللي اتضروا في هذا الامر. ركلتي جزاء امام حضراتكم، كان الموضوع خلص والماتش خلص وكسبنا البطوله وخلاص، ولكن كابتن عبد الرحيم العرجون حكم المباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا الذي أعلن اعتزاله. ما كانش فارق معاه 70 80 90 ألف متفرج اللي موجودين في الاستاد، ولا ال 22 لعيب اللي موجودين، ولا فارق معاه حاجة، لم يحتسب ركلات جزاء، واستطاع النادي النجم الساحلي التونسي أن يفوز على النادي الأهلي ويفوز بهذه البطولة. منين بقى؟ من القاهرة. وهذا الجيل من اللاعبين اللي موجود امام حضراتكم ما كانش ينفع يخسر يعني. حتى واحنا وحشين كنا بنكسب اي حد. وانا بقول الكلام ده بقى بالفم المليان. ولكن خسرنا بسبب اخطاء تحكيميه واضحه وفجه، بسبب حكم معتزل. طيب يا عم انت هتكلمنا عن 2007 يا عم اسلام. بتكلمنا من زمان قوي. تعال لي. بتكلمنا من زمان قوي. طب في 2022 النادي الاهلي لم يكن طرف. ولا كان لا كان طرف في دي، صح. في 2022 كان في حكم هو الافضل في القاره الافريقيه. انا لا اشكك في حكم، بس انا بقول وقائع تاريخيه كل جمهور النادي الاهلي اللي بيتفرج دلوقتي عارفها كويس قوي. كابتن او مستر ساعتها فيكتور جوميز، اخر موسم ليه وتكريما له ادار نهائي بطوله دوري ابطال افريقيا. حضراتكم تتذكروا؟ طيب الاهلي لم يكن طرف طبعا، عطل عامدا متعمدا انفراد في منتصف الشوط الاول، والوداد كان متقدم بهدف، انا اسف الاهلي يعني اللي كان بيلعب ده اللي بعد كده، كان انفراد مزدوج لطاهر محمد طاهر انا افتكر وبيرسي تاو طبعا بعد خطا من مدافع الوداد،
والصفارة في الوقت ده كانت مفاجأة، لم ينتظر إنهاء الهجمة حتى لا يؤكد الفار صحة الهدف. في 2007 حصل هذا الكلام من واحد من أعظم الحكام، قول زي ما أنت عايز تقول، قول كابتن عبد الرحيم العرجون الذي أعلن اعتزاله قبل بداية هذه المباراة الأهلي والنجم الساحلي ساعتها، وأيضا فيكتور جوميز كان أعلن اعتزاله بعد هذه، محدش هيحاسبه ولا حد هيقول له أنت بتعمل إيه، بطولة وعدت. طب يا إسلام أنت بتجيب لنا حاجة عن الأهلي وعن أفريقيا، مش هتجيب لنا حاجة في الدوري؟ أجيب لحضرتك حاجة. كابتن محمد فاروق نائب رئيس لجنة الحكام الحالي، واحد من أعظم الحكام، واحد من هايل بصراحة كابتن محمد، ويعني الجيل بتاعي كان متواجد فيه. في آخر مبارياته كابتن محمد فاروق قاد نهائي كأس مصر ما بين نادي الزمالك ونادي سموح، الأهلي مش طرف أهو. كابتن محمد احتسب هدف من فاول واضح على كاسونجو، مش عارف أجيب اللقطة يعني. المباراة دي مشهورة جدا، مشهورة جدا بمقولة الفترة دي، هي أن حد كان عايز بطولة، وحضراتكم عارفين التليفون اللي حصل ساعتها والكلام ده كله، وفاز نادي الزمالك يعني في هذه المباراة، والكابتن محمد فاروق كان حكما لهذه المباراة ما بين النادي الزمالك ونادي سموحة، كابتن محمد فاروق كان أعلن اعتزاله التحكيم. أنا ما بشككش في ذمم حد والله، ولكن أنا بقول أخطاء بتتعمل عن غير قصد يعني، ولكن حكم بينهي مشواره التحكيمي، مفيش حاجة بتبقى فارقة معاه خلاص، مش فارق معاه أي حاجة، مش فارق معاه كلام حد، مش فارق معاه 200 300 ألف، حتى لو قاعدين في الاستاد 200 300 ألف مش هيكونوا فارقين معاه. ولكن أنا هنا بشاور وبقول على مواقف حصلت، وشفنا نتيجة هذه التكريمات إيه.